النشرة الرئيسية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من قناة الأجواء، والبداية بأبرز عناوينها. ممثلا لرئيس الجمهورية، العمام لا يشارك في أشغال القمة 35 للاتحاد الإفريقي. التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري للبترول والمؤسسة التونسية لصناعات التكرير. تتابعونا في نشرتنا، أسعار النفط الجزائري تواصل تسجيل مستويات قياسية. انطلاق الانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. أهلا بكم مجددا إلى تفاصيل نشرتنا. في البداية، انطلقت اليوم على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهذا ضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة، كما تتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ أكثر من 27 ناخب، هم في الأصل المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط، وسيختار الناخبون أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 457 مترشح لهذا الموعد، وفقا لما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. أطلعكم على نسبة المشاركة على الساعة الواحدة بالضبط، نعم، هي 54.89%، بالطبع بنسب متفاوتة من ولاية إلى أخرى، لكن المعدل الوطني فيه 54.89%. عندنا كل المكاتب مفتوحة ومؤطرة، كل المكاتب يعني عددها كما تعلمون هو 101 مكتب، و المراقبين ممثلين للأحزاب يعني اللي حاضرين اليوم العدد نتاعهم اللي معينين 390، اللي حضروا اليوم 252، يعني بنسبة 64.61%. هذا أنا باش نذكر فقط، هذا راه يمثلوا المترشحين، هذو المراقبين باسم المترشحين، معناتها راهم موجودين في كل المكاتب يعني، والعدد نتاعهم من 390 راه 252، يعني بالأقل كاين 2.4 مراقب في كل مكتب. وراكم شفتوا كي حضرنا العاصمة في الزيارة، كم شفتوا يعني المراقبين كانوا 5 ولا موجودين في 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 في, 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 في المكتب ثم. هذه يعني المعطيات العامة. عدد الوكالات، عدد الوكالات يعني من ضمن إذن 27.151 يعني هيئة ناخبة، كاين 27 وكالة، هذا أيضا مؤشر إيجابي جدا، لأن عادة في الماضي الوكالات كانت مسرب لأمور غير إيجابية دائما، ولكن نسجل بين 27 وكالة فقط وكلهم محصورين، لأن القرار اللي خذاه رئيس السلطة إلا ليكون مصاب بفيروس كورونا ويعالج في منزله بشهادة من طبيبه المعالج، أو يكون بمستشفى لأي مرض كان، ولكن يكون بمستشفى. ما عدا هذا كل المنتخبين مجبرين على أداء واجبهم الانتخابي بتصريح القانون، الانتخاب إجباري، وبالتالي 27 وكالة مؤشر إيجابي جدا. شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج السيد رمضان العمامرة ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أشغال القمة 35 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا يومي السبت والأحد، وفق ما أفاد به بيان للوزارة. ومن المنتظر أن تتناول هذه القمة التي تحمل شعار تعزيز الأمن الغذائي التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي وكذا الاقتصادي في القارة الإفريقية،
الملفات المتعلقة بالسلم والأمن والحكومة والإصلاح المؤسسي للمؤسسي أقول الاتحاد الإفريقي والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى التعاون الاقتصادي. وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال التكوين مع المؤسسة التونسية للصناعات التكرير، وهذا بمقر الشركة بتونس. وفي بيان لشركة سوناطراك فإن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين خلال الفاتح فيفري من السنة الجارية هي تتويج للمناقشات التي جرت بين مسؤولي المعهد الجزائري للبترول والجانب التونسي، وهذا بهدف إقامة شراكة في مجال التكوين والمساهمة في عملية تنمية مهارات مستخدميها في المهن الفنية وتلك المرتبطة بنشاط المحروقات، كما تم التوقيع كذلك على عقد تنفيذي لتجسيد هذه الشراكة يتضمن تكوينا خاصا في مجال التكرير والصيانة. كما حققت أسعار النفط الجزائري مستويات قياسية جديدة في الأسواق الدولية، حيث وصل سعر النفط صحاري بولندا إلى أكثر من 97 برميل، كما سجلت أسعار النفط أمس الجمعة ارتفاعا قياسيا جديدا لأول مرة منذ بدايات سبتمبر 2014، حيث بلغ سعر خام برانت بحر الشمال في الأسواق العالمية مستوى أكثر من 93 دولارا للبرميل، في حين سجل النفط الجزائري صعودا هو الآخر حيث بلغ مستواه 393.19 دولار للبرميل. وسيكون ارتفاع أسعار النفط خلال سنة 2021 واستقراره عند مستوى 90.100 دولار عاملا رئيسيا لمجمع سوناطراك من أجل مباشرة استثمارات كبيرة في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة. إلى الملف الأمني، نظمت وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران ليلة أمس مداهمة واسعة النقاط مست مختلف النقاط السوداء والأحياء الساخنة والمشبوهة باختصاص الكتيبة الإقليمية بأرزيو. سخرت لها كافة الوسائل المادية والبشرية بإقحام التشكيلة الجوية ممثلة في مروحيات السرب الجوي بطرفاوي، وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف 15 شخصا مبحوث عنهم من طرف العدالة مختصين في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، الاعتداءات على المواطنين والسرقة. وتم حجز 200 غرام كيف معالج، 292 مؤثر عقلي من نوع بريغابالين، 400 قارورة خمر، 12 سلاح أبيض، صاعق كهربائي ومحجوزات أخرى. المزيد من التفاصيل مع شركي يوسف. النقيب لوصف إيمان المكلفة بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران للحفاظ على الأمن والسكينة العمومية، برمجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران مداهمة واسعة النطاق مست مختلف الأحياء التي بها الإجرام، النقاط السوداء، الأماكن المشبوهة، وذلك على مستوى إقليم الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو. ولغرض إنجاح هذه العملية تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية بإقحام الوحدات الفرعية وفصائل الأمن والتدخل، ثنائيات سينو تقنية، سرية أمن الطرقات، أفراد من فصيلة الأبحاث، سريتين من مجموعتي التدخل، وكذا تم إقحام التشكيلات الجوية مروحية السرب الجوي بطفراوي بهدف إضفاء الحس الأمني لدى مواطنين ولاية وهران.
كما تم التدخل في المكان والزمان المناسب لقمع الإجرام واللصوصية، بحيث أسفرت هذه العملية على نتائج جد إيجابية المتمثلة في توقيف 15 شخص مبحوث عنهم من طرف العدالة مختصين في المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، الاعتداءات على الأشخاص، السرقة. كما تم حجز 200 غرام كيف معالج، 292 قرص من مهلوس من نوع بريغابالين، 400 قارورة من المشروبات الكحولية، 12 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام، ساعق كهربائي من نوع تازر، 9 هواتف نقالة، مبلغ مالي من عائدات البيع المقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم، قارورة غاز مسيلة للدموع. كما تم حجز سيارة سياحية مستعملة في ترويج المخدرات. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة. في إطار محاربة الجريمة، تمكنت الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخص على متن سيارة سياحية بتهمة المتاجرة بالمخدرات. بعد التفتيش الدقيق للمركبة عثر على كمية من مادة الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل محرك السيارة، قدرت بعشرون كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي قدر ب36 ألف دينار على مستوى طريق السيار شرق غرب باتجاه ولاية مجاورة. تم بعدها تقديم المعني أمام الجهات القضائية وتحرير ملف ضده بتهمة التجارة بالمخدرات. المزيد مع محمد عياد من قسنطينة. النقيب بكيري نجوى رئيس خلية الإيصال والعلاقات العامة لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أطيافها خاصة منها الجريمة المنظمة، تمكنت وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين من توقيف شخص يبلغ من العمر 64 سنة بتهمة المتاجرة غير شرعية بالمخدرات أو مادة الكيف المعالج. تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات دقيقة ومؤكدة مفادها وجود سيارة سياحية على متنها كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج قادمة عبر طريق السيارة شرق غرب باتجاه ولاية شرقية مجاورة. استغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين للإطاحة بالمعني، أين تم توقيفه من طرف أفراد فصيلة تأمين طريق السيارة شرق غرب بقسنطينة. بعد عملية مراقبة الوثائق الإدارية للسيارة وتفتيشها تفتيشا دقيقا بالاستعانة بثنائي وتقني، عثر على كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج كانت مموهة ومخبأة بإحكام داخل محرك السيارة. بعد استكمال تحقيق واستيفاء كامل الإجراءات القانونية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، تم حجز حوالي 20 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج مبلغ مالي قدره 36 ألف دينار جزائري والسيارة المستعملة في نقل البضاعة. تم تحرير ملف قضائي ضد المعني وتحويله أمام الجهات القضائية. في إطار برنامجها السكني ومشاريعها الخيرية، قامت جمعية كافل اليتيم وقوافل الخيرية الوطنية بفرجيوة من ترحيل عائلة إلى مسكن لائق قام بها محسنون ببنائه وتجهيزه تجهيزا كاملا. وقد حضر عملية التجسين رئيس البلدية ورئيس دائرة تسدان حدادة وأعضاء الجمعية وبعض المدعوين الذين ثمنوا العملية وقدموا تشكراتهم للجمعية، مهنئين العائلة التي ودعت حياة البؤس والحرمان التي كانت تعيشها منذ سنوات، وفرحة كبيرة عاشها الجميع مع هذه العائلة التي استفادت وأخيرا من المنزل أعاد لها الحياة من جديد. المزيد من التفاصيل مع عياد الساسي. خاصي كثر خير كما في الشباب اشتركوا شفتوا معنا وجيتوا معنا ان شاء الله تلقاو في الجزائر حسن ان شاء الله تلقاو جنة ان شاء الله يا ربي كما استرتونا يسركم ربي ان شاء الله هكا نشكر ربي سبحانه ونشكر الجمعية هذه الجمعية الخيرية يعني أهل الخير عاونونا يعني عاونونا وقفوا معنا بزاف وقفوا معنا من الأول من الأول حتى اليومين هذا هما معنا مساكن راه معنا 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 الحمد لله حاجة صعبة أنا حاجة صعبة يعني الساكن ديالي ما هوش ساكن يعني برا كيما شفتو يعني ماهوش ساكن كاع قالوا هذا ماهوش ساكن باينة ولي ماني في النعمة ديال النعمة تاع ربي سبحانه واحد يحمد ربي يحمد ربي يعني الحمد لله اليوم بزاف فرحة هذه ماقدرتش نصورها يعني الحمد لله يا ربي الحمد لله. والدليل هو اليوم رانا نشوفوا انهم بناوا منزل الله يبارك وقدموا للبلديه مش هذه المره الاولى اللي قدموا
في هذا المنزل وثاني يخدموا في مكان اخر. مهم مشكورين ونشكروا هذه الجمعيه هذه والشيخ كوراس كذلك ما نساوهش. للشكر للجمعيه هذه اللي حضرت اللي كانت مش هذه المحطه الاولى وان شاء الله ما تكونش هذه الاخرى. كانت راح نقول السجل التجاري تاعها ثري بالانجازات اللي تفرح المواطنين البسطاء اللي يعيشوا في ضائقه. مشكورين ان شاء الله ان شاء الله نتلاقوا في فرصه نزيدوا نفرحوا عائلات اخرى. قوافل الخير والفضيلة للجمعية الخيرية كافي اليتيم الوطنية اليوم تشرف على تدشين المسكن العاشر من جملة 11 مسكنا. المسكن أقول بدعم من محسن جزاه الله خيرا. المسكن من 4 غرف العائلة ستسكن فيه اليوم وسيدشن اليوم لنخرج هذه العائلة من كوخها المهدم كوخها أقول من صفائح الترنيت في ضيق وفي ضنك من المعيشة إلى وسع حال وإلى أقول إلى حال آخر أحسن مما كانت عليه من قبل. أشكر كل من ساعدنا من ساهم في بناء هذا المسكن وأشكر قناة الأجواء المرافقة دوما لقوافل الخير والفضيلة. إلى انشغالة السكان ناشد طلبة القرآن العظيم بالقصر العتيق بلدية سيدي خليل ولاية المغير السلطات الهيئات المعنية والتدخل فورا قصد إنقاذ المدرسة القرآنية الوحيدة بسيدي خليل القديمة، حيث تعاني المدرسة القرآنية من انهيار السقف وتشققات طالت مما شكل خطرا محتقا بالطلبة. المدرسة تضم 50 بين طالب وطالبة بمختلف الأعمار ومشكل الانهيار تسبب في عزوف الطلبة على حفظ القرآن العظيم بالمدرسة ليرفعوا انشغالهم للجهات المعنية وأهل البر والإحسان بتقديم يد العون قصد ترميمها، كما طلبوا بتخصيص قسم لهن بالابتدائية لمواصلة حفظ القرآن. لنتابع المزيد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أن المرشدة الدينية بشير ابتهاج من حي بحي قصر القديم سيد خليل ولاية المغير. هذا المقر الطاهر يعتبر المكان الوحيد الذي ندرس فيه القرآن الكريم بحي القصر القديم. هذا المكان الطاهر لدينا صنفين من الذين يدرسون وهم نساء ويفوق عددهم 25 وكذلك الأطفال يفوق عددهم كذلك 25. هذا القسم الوحيد في حي القصر القديم يدرس ما يفوق 50 طالب وطالبة وبسبب المعاناة التي نعاني منها فإننا الكثير منهم يتهربون من الدراسة هنا. أصبح يعني عزوف كبير بسبب انهيار الأسقف. بسبب انهيار الأسقف نعم. نناشد مديرية الشؤون الدينية والجهة الوصية بهذا المكان أن ينظروا لنا بنظرة الاعتبار بترميم هذا المكان وأن يأخذوا بعين الاعتبار بأن هذا المكان يفتقر إلى ميضة ومرحاض. ونناشدهم بعين الرحمة أن ينظروا يشوفونا مكان ونحن في المدرسة باش ندرسوا في القرآن والطلبة يرجعوا يقروا كما كانوا قبل لأن نصف الطلبة كلهم بسبب الوضع حضواني كلهم بطلوا القراية هنا. أشد ذوي القلوب الرحيمة بأن يهب هبة رجل واحد بأن يساعدوننا في هذه المدرسة القرآنية وأن يعينوننا يرجع الفرحة إلى الطلبة والطالبات بالدراسة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طالبة في هذه المدرسة القرآنية. نريد أن نطالب القلوب الرحيمة ليعاونونا في المدرسة هذه رانا نعانوا منها ياسر. رانا أدنى ما فيهاش أدنى حتى حاشاكم الطوالات ولا باش نتوضاو رانا ما كاش حتى وين نتوضاو. عندنا كلامات يزورها وكا ماهوش يمشي خلاص. عندنا الكهرباء ماهيش مليحة فيها خلاص. حتى من زميلاتي واخواتي وجيراني راهم مش قادرين يجوا يقروا لهنايا من عوض لكم عاونونا راهي المدرسه هذه راهو السقف نتاعها يطيح علينا رانا معناش نعانوا منه ياسر. السقف نتاع راهم اخواتي هاربين ماشي يقدروا يجوا مساكن يخافوا يطيح عليهم.
بأعالي مشتال بيار الملحة بلدية الكويف ولاية تبسة، تعيش العجوز مباركة طالب ذات 90 عاما حياة مزرية داخل كوخ متواضع. بالرغم من الأمراض التي أنهكتها إلا أن حلمها يبقى قائما في الانتقال إلى بيت حقيقي يحفظ ماء وجهها. التغطية للورد مباركة. هذه الحاجة مباركة راي في عمرها حوالي 95 سنة، راهي تسكن في المشتى هذه تاع البير البالحة دائرة الكويف ولاية تبسة. راهي عزوز تعبانة يا ناس، يا سيد الوالي، راهي العزوز هذه راهي تحول لا غاز ولا ماء ولا طريق ولا دار. 95 سنة، شوفوا راكم تشوفوا، وراهي ساكنة يعني القلب يدمع مش العين. هذه العزوز لازمها تقدم البلاصة وين دار فيها تريسيتي فيها كذا، ما عادتش تقدر، ست رجلين حبسوا. اليوم يعني نطلبوا من ربي ومنكم يعني تنظروا للعزوز هذه، راهي تعبانه المرض لا تقدر ما عندها حد شيء، وراكم تشوفوا كلش باين، ورمجوها قبل وعدوها ولا اليوم دار يا رسول الله ما عندهاش. 95 سنه في عمرها العزوز هذه يعني صي دار ما عندهاش. راني تعبانه في حاله، راني ما قدش نخدم حتى شيء، حتى قاوم حتى نقدر نطيبها، وراه ما عنديش والو، وراني حابس نشوف الا ربي سبحانه. نحب عدويرة تعطوها لي قريبة ثم الفيلاج، رانا لا غاز لا ماء لا حتى، وانا تعبانة ما عدتش نخدم حتى خدمة، ما عدتش نقد حتى الحديث والله ما عدت نقد، راني دخت وتدي فيه ترد راح نطيح، ما عدتش وليداتي نقد نخدم حتى خدمة. هاني يعني ننظر ليكم انتم ولا ربي سبحانه. ناني واحد كنت مطلتش على الولاية وليدات بنتي هنا كاين اللوطة، لا من يطلع لي لا من يمد لي حتى طوي السماء. تناشد عائلة زحاف بلدية ولاد موسى ولاية بومرداس السلطات المحلية وأهل البر والإحسان من أجل التكفل بحالة زكريا صاحب 15 عاما الذي يعاني من إعاقة حركية منذ ولادته. تحتاج العائلة إلى جمع مبلغ 15 مليون من أجل إجراء هذه العملية. التقرير لخريف يونس. يرمق فريدة كبده بملامح من الحسرة ملامسة أصابع يديها وتقاسيم وجهه برفق، لعل يديها تكون مرهما وشفاء لسقم ابنها زكريا البالغ من العمر 15 سنة التي يعاني من شلل دماغي منذ ولادته. هذا وليدي زكريا في عمره 15 سنة وعنده شلل دماغي، وزاد هكا يعني اللي زاد هو الضغط تاعو، خليني نداوي فيه ملي كان صغير بصح ما كاين حتى نتيجة يعني دا. عندي بريفيدة وليدي كاسيون بصح ما كاين حتى نتيجة. على رجلي العملية تسقم 15 مليون بصح مور العملية كاين بزاف يسحق بزاف رياضة صافي، والرياضة قالوا لي 20 مليون للشهر في مصر، والنش يعني النشد المحسنين باش يعاونوني فيه والجالية تاعنا في الخارج ان شاء الله. الطفل زكريا يحتاج إلى عملية مستعجلة للوقوف على قدميه التي تقدر ب 15 مليون، وبعدها إجراء عمليات تأهيلية في مصر تقدر ب 20 مليون للشهر الواحد. ديرني ديسكال رياضه
الدوار عند الخرجون تاع العصام في مصر، وهذا الدواء يستقام غالي بزاف. شريت غير زوج بايس قام لي 3 ملايين شويه بصح هذا هو المشكل تاعو. المشكل تاعو ما كاين ديال الرياضه ما تجيبش مع نتيجه، ما بيدير ركبتو راني مقوصه صافي لازم يدير عمليه تطويل الاوتار. هايك ركبتو هايك رجلو ما يكسلهاش ما يكسلهاش صافي لازم له عمليه تطويل الاوتار ولازم له رياضه مكثفه. ثالثك عنده راسو هذا وين راه يشدو، راني ندير له انا رياضه في الدار ما بيت الامكانيات ما كاش، راني ندير له رياضه في الدار وراسو هذا وين راه يشدو، والقعد راه يقعد شويه يعني مازال بزاف الخدمه فيه يعني يحتاج رياضه بزاف، والرياضه راهي غاليه راهي في مصر تقريبا 20 مليون في الشهر. عاجز عن الكلام والمشي منذ الصباح، فعائلة زكريا زحاف تناشد السلطات وأهل البر والإحسان لتكفل بحالة فالدة كبدها لتمكنه من إجراء عملية جراحية والوقوف مجددا على قدميه. وبهذا الخبر مشاهدينا نطوي صفحة رئيسيتنا إلى أبرز ما جاء فيها. ممثلا لرئيس الجمهورية العمام لا يشارك في أشغال القمة 35 للاتحاد الإفريقي. التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري للبترول والمؤسسة التونسية لصناعات التكرير. تتابعون في نشرتنا أسعار النفط الجزائري تواصل تسجيل مستويات قياسية. انطلاق الانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. نشرتنا تمت، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، مشاهدة طيبة لبقية برامجنا، في أمان الله.